نعرض لكم دفاية الغاز كيرونا اللون الأسود الحجم الكبير. طبعا المكونات تتكون من المدخنة، وداخلها شبك المدخنة نفسه ومقبض. طبعا معانا برضو يأتي معاه في الكرتون الشفاط حق تعبئة الغاز. طبعا عندك هنا مفتاح التحكم برفع الفتيل وخفضه، درجة الحرارة كمان تحكم درجة الحرارة، وهذا الفتيل. طبعا وعندنا هنا شبك مصنوع من الستيل لحماية من الحرارة، وعندنا غطا الصاج فوق يمكن التسخين عليه، وعندنا غطا الخزان بسعة 8.5 لتر. وعندنا غطا الخزان طبعا هنا. طبعا طريقة غطا الخزان، نعبي الغاز هنا أو الكيروسين داخل، بعدين نقفل الغطا نزول السائل. لازم من الغطا نفسه هذا ينقلب زي كذا، يصير عندنا مقبض وعيار خزان الوقود الفل والنص وأقل حاجة. طبعا هذا ينزل هنا ينضغط ويخش في المجرى حق الدفاية. قرب شوي بس شوف المجرى اللي هنا، يصير زي كذا يركب. بعد ما نعبي الغاز خلاص يصير المواصل هنا وتعبى فيه الغاز. طبعا صناعتها كوري وضمان عليها سنتين. طبعا مساحة التسخين من 42 إلى 44 متر مربع، مساحة التسخين من الغرفة مثلا أو المكان. طبعا نوريكم كيف تركب المدخنة، نفك الشبك هذا كذا الرفع. نرفع المدخنة هنا، الفتيلة لابد أن تكون داخل جوا، ندخل المدخنة داخل بهذا الطريق كذا ثبتت خلاص. نركب الغطاء خلاص كذا راكب الشبك. طبعا طريقة إشعال الفتيل، طبعا نرفع المكوة كذا ونرفع الفتيل لأعلى يظهر معانا الفتيل، ونجيب الولاعة ونشعل عليه. طبعا استخدام الاول او استخدام الجديد او عندها تغيير الفتيلة بفتيلة جديدة، لابد انه تنتظر على الفتيلة مدة من نص ساعة لساعة لتشرب الفتيل الغاز.